أولا حاب أقدم الشكر الكبير إلى مؤسسة ومنظمة الأرض العون القانوني على هاي المبادرة الكبيرة ومنظمة فويس. طموحي أن نوصل فكرة اللاجئين، وصل فكرتي كلاجئ لكل المنظمات الإنسانية لكل العالم، إنه اللاجئ لازم يحصل على حقوقه بشكل أو بآخر. Refugees' rights, especially in Jordan, is a way for people to have solidarity in promoting human rights, and refugees' rights is a human right. And so, together, everyone can come together to promote these special rights. عشان توصل الفكرة أكتر كمان، لأنه الكلمات والمحاضرات وهاي بتوصل بس ما بتعبر عن يعني عن الحقوق، عن اللاجئين، عن المأساة اللي ممكن يعانيها اللاجئ. فإحنا كطلاب فنون حبينا نشارك. بوجهة نظري كطالب في الجامعة الأردنية بالتحديد، بتمنى من المواطنين أنهم يساعدوا اللاجئين بكل ما يقدروا، بكل ما يعني بكافة إمكانياتهم، أوكي، لأنه من واجبنا إحنا كمواطنين أو كبشر إنه نساعد بعض. فعلياً اتفاقيات القانون الدولي ومواثيق العهد الدولي تنص على إنه عادة على الدول عرفاً، وهذا ليس قانوناً بالطبع، أن تساهم مع بعضها البعض في حال وقعت كارثة إنسانية، أي نوع من الكوارث في دولة أخرى. ما يجعل من الأردن دولة محورية في تقديم المساعدات إن كانت للدول الشقيقة أو غير الشقيقة، بأنه هو دائما في هذا الموقع، موقع متوسط في العالم، يجعله قريب جدا من دول العالم بشكل عام، يتخذ موقفا إنسانيا تجاه الكل. يعني التضامن مع اللاجئين واجب، وفيشي طريقة أحلى من إحضار الفن وإظهار الفن في موضوع التضامن مع اللاجئين، بما أنه الفن هو شيء محبب ومرغوب من جميع الناس، فوجوده وإضافته إلى فكرة التضامن هو شيء أساسي وممكن يخدم قضية اللاجئين بشكل كبير جدا. مبادرة الفن من أجل حقوق الإنسان، Arts for Human Rights، مبادرة رائدة ومبدعة. جاءت فكرة الأساسية بالتشارك ما بين كلية الدراسات الدولية برنامج حقوق الإنسان ومؤسسة العون القانوني أرض. مؤسسة العون القانوني أرض كما نعرف تعمل على النشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بطرقها المختلفة والخاصة، والجامعة الأردنية كلية الدراسات الدولية لديها فلسفتها الخاصة أيضا بتدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان. الجديد في الموضوع هو الإسهام الفن بجوانبه المختلفة، لنقل عن الرسومات، النحت، الموسيقى، المسرح، الرواية وغيرها من الفنون التعبيرية والتشكيلية، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. Thank you.